وبركاته حبايب قلبي، اهلا بكم. اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشوني جدا جدا، وعلى طول بتوحشوني. واهلا وسهلا بيكم في ملعب الدود سبورت. حلقه اليوم النهارده عندنا خبرين. في حلقه اليوم هنتكلم فيهم، بس قبل ما نتكلم عليهم عايزين نعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو الى 3000 لايك. بنجح بيكم بدعواتكم، وباذن الله باذن الله اكون عند حسن ظنكم. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. دودي بودي دودي بودي الدعم الرسمي للنادي الاهلي. دودي بودي الدعم الرسمي للنادي الاهلي، رسمي فهمي نظمي للنادي الاهلي. فعلا حاجة مشرفة وحاجة محترمة جدا 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 بفوز الامس على كلاندا سيتي بثلاثية نظيفة مع الرقبة، وشرف كبير للكرة المصرية. والله نخش على الموضوع الاول، وهو موضوع عودة فيريرا. عودة فيريرا، انت بتقول ايه يا دودي بودي؟ انا بقول لك يا عم فيريرا عاد من جديد، ويبقى الوضع على ما هو عليه، وسيادة المستشار رجعه تاني، وسيادة المستشار بيعك الدنيا، وسيادة المستشار مش عارف هو عايز ايه. بس انا من وجهة نظري المؤكدة المؤكدة، والنبي ما تبخل عليا في لايك، بالله عليك ما تبخل عليا في لايك، واكتب لي في الكومنتات ما رأيك في عودة فيريرا من سيادة المستشار مرتضى منصور، علشان ما يدفعش الشرط الجزائي. ايه؟ ما هو الشرط الجزائي تقيل، هيدفعه ازاي؟ ما هو شرط الجزائي تقيل، هيدفعه ازاي؟ مضطر اللي هو يقعد فيريرا. ويا ريت فيريرا يتولى المهمة دلوقتي، لا ده هيتولى المهمة بعد لقاء فاركو في الاسبوع ال 17 المساوي للدوري الممتاز. وعندنا مين؟ عندنا شباب بلوزدات اللي بنستعد ليها استعدادا تاما، استعداد تام لشباب بلوزدات في اول بدايه المشوار الافريقي. يا ريت يا عم فيريرا لو موجود تعود من جديد وتفكر براي الجمهور اللي تعبان مع الفرقه، لكن كله عايش في مية البطيخ، كله عايش في سبك لبن تمر هندي، كله عايش في السوشيال ميديا والميكروفون والاجواء والمتعه والاثاره. انت هتوصل لنادي الزمالك ايضا لفين؟ بس فيريرا هل العوده كاضافه قويه من جديد؟ لسه هنشوف الموضوع ده الفتره اللي جايه بعد لقاء فاركو. نخش على الموضوع الثاني، وهو الموضوع من الصحفي الإعلامي والمعروف والخطير المكير، وهو الأستاذ عمرو الدرديري. عمرو الدرديري؟ الأستاذ عمرو الدرديري طالع النهارده بيتكلم وبيقول لك يا راجل ده النادي الأهلي ماتشاته بتاعت امبارح أو المباراة بتاعت امبارح بيلاعب فرقة من مدرسة الصنايع الثانوي. يا راجل عيب عليك وعلى تاريخك يا كابتن عمرو يا درديري. ده النادي الأهلي لعب مع كلاندا سيتي، الفرقة النيوزيلندي اللي فعلا قدر يديها دش امبارح محترم واداها 3 مع الرقفة. حد يقول لي يا كابتن دودي طب دلوقتي نيوزيلندا أو النادي الأهلي، بلاش نيوزيلندا، النادي الأهلي، عمرو الدرديري ايضا بيقول الكلام ده، بيقول الكلام ده على مسؤوليتي، وبقول لك وباكد لك المعلومه، باكد لك المعلومه يا دودي بودي. عمرو الدرديري بيقول اللي الرجاء المغربي كان هو ليه الاولويه، اللي كان لازم يروح مكان النادي الاهلي علشان يقابل الثانويه الصنايع اللي هي كلاندا سيتي بطل نيوزيلندا. يعني انت بتتكلم بعد الماتش ما اتلعب وبطوله العالم الانديه والنادي راح النادي الاهلي والجمهور والاداره وكل حاجه في المغرب مستقبلاه استقبال رائع للاسطوره وفرقه النادي الاهلي وقاموس النادي الاهلي واحترام النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي ومشاعر النادي الاهلي وكل المحيط الاطلنطي بتاع النادي الاهلي. انا بقول لك
انا بقول لك يا استاذ عمرو يا درديري اللي النادي الاهلي لعب اول لقاء ليه امبارح وقدر يفوز بثلاثيه مع الرقفه، هل بقى كسب ثانويه عامه، كسب ثانويه صنايع، كسب ثانويه تجاري، كسب ثانويه مش عارف مين؟ اهم حاجه اللي هو لعب وشرف الكره المصريه وشرف الكره الاوروبيه وشرف الكره الافريقيه وشرف الكره الاسيويه وشرف المحيط الاطلنطي، علشان هو فعلا اسمه النادي الاهلي اللي ما بتسمعلوش صوت، النادي الاهلي اللي عنده مبادئ، النادي الاهلي اللي عنده التزام، النادي الاهلي اللي عنده حب بينه وبين بعض، النادي الاهلي اللي عنده اداره، النادي الاهلي بعيد عن السوشيال ميديا والرغي والمايك وهوبا وهوبا وهوبا، هو ده اسمه النادي الاهلي. ده كانت حلقه اليوم، ويا رب ان شاء الله باذن الله تكون الحلقه عجبتكم ان شاء الله باذن الله. طبعا معودينكم قبل ما بنرسم معاكم عشان نعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو الى 3000 لايك، بنجح بيكم وبدعواتكم، وباذن الله باذن الله اكون دايما حسن ظنكم. انتظروني في كل يوم فيديو جديد من ملعب الدودي سبورت. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.